أتيت بخادمة بدون محرم وهي الآن تطلب مني أن أسمح لها بالحج. أتيت إيش؟ أتيت بخادمة بدون محرم وهي الآن تطلب مني أن أسمح لها بأداء الحج، فهل يجوز لي ذلك؟ إذا كنتم ستحجون أنتم تحج معكم، هو كل واحد يتبقى معكم بالبيت ولا تسافر معكم، لأنها هي جاءت بدون محرم والإثم عليها وعلى وليها اللي خلاها تجي، فأنتم حافظوا عليها سواء في البلد أو أنها تسافر معكم، لأنها أمانة عندكم. نعم.